اقول لك ايه بس، اعتبريها تجربة عشان تعرفي انت فين من الدنيا، وعشان كمان تعرفي الناس اللي حواليك، وساعتها بقى انت اللي هتختاري مين تسقطيه من حساباتك ومين يكمل معاكي بقية حياتك، او ان انت حتى تقيسي ايمانك بنفسك، يا اما يبقى قوي وتفضلي شاهد بتاعت زمان اللي مفيش اي حاجة تغيرها في الدنيا، او انك تكتشفي ان انت كنت بتضحكي على نفسك وانك محتاجة تتغيري فعلا. تعرف ان كلامك ده ريحني قوي وحسسني قد ايه ان انا ممكن اعدي الامور بسهولة. اكيد فاهمة غلط. فاهمة غلط؟ فهمني انت الصح يا اخوي، كان ناقص ايه؟ ها؟ ناقص اخش الاقيها شايلة عيل على يدها؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه على الصبح؟ في ايه يا فوزية؟ بتزعقي ليه كده؟ صح النوم يا مرت اخوي. طبعا، ما انت نايمة ولا دريانة، وتلاقيكي كمان بتحلمي باليوم اللي اخويا يموت فيه والدور تتصرمح يمين وشمال. انا هتصرمح يا قليلة الادب. بتضربي ايه؟ بتضربي يا كريمة؟ عشان لسانك طويل وقليلة الأدب، ولو زودتي كلمة هجيبك من شعرك واطردك طردة الكلاب. خبر ايه؟ الحقني يا اخويا، الحقني، مصيبة، فضيحة وعار. حصل ايه يا فوزية؟ أنا مش هقول على اللي شفته بعيني غير لما تعرف إن مرت أخويا ضربتني بالقلم. يا مرارك الطافح، ده أبوك الحاج الكبير عمره ما عملها. لا لا يا كريمة، اخص عليك اخص. حصل ايه؟ اتكلم. ما قدرش اقول يا اخوي. انتي استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استر يا رب. اصلي دخلت لقيت الهانم داي في حضن النطع ده وهدك. يا اخلصي يا خرفانه يا قليله الادب، يا قليله التربيه. الكلام ده مش صح. الكلام ده ما حصلش. انت عايزه ايه؟ جنازه تشبعي فيها لطن؟ عايزه ايه؟ عايزه احافظ على شرف اخويا اللي انتم مرمطينه في الارض. لا ده انت مش عايزه الم بقى، ده انت عايزه تشوفي عنينا. ده انت فضحتنا في كل حته. هو اهدى ايه؟ ودخلتك علينا كدخله شوق، بتاخد بناتك وتحلي عنينا. فوزية ده تعمل سؤالك. خلصي فوزية. متأكدة من الكلام ده؟ متأكدة طبعا يا اخوي، شفتهم بعناي. بقول لك ايه، احنا عايزينك يا اخويا، ودول احنا خلاص طلعناهم من ذمتنا، اذا كانت هي ولا بناتها ما تغوروا وتحلوا عنينا. وانت يا اخوي يلا غور، ما عايزينش اشوف وشك هنا تاني. استنى عندك. الباشا منور والله. واه ابو علي، ايه اللي جابك هنا؟ تعال لف اتفضل اقعد. تعال. ما انا هقعد. انا ما صدقت اعترت فيك. تعال تعال اقعد يا حسن. ها خير؟ عاوز ايه؟ عايزك في استشاره مستقبليه. استشاره مستقبليه حلوه دي. قول عاوز ايه. بقول لك يا خواجه. هتعكنن عليا ليه بس على الصبح؟ ما انت عارف اني بتضايق من كلمة خواجة دي. ما انا عارف انها بتضايقك. بتدلع عليك يا عم. في ايه؟ ماشي يا حسن يا ولد صاحبي، قول عاوز ايه. انا عارف ان مراتك عايشة في بلاد بره. مالك بموضوع مراتي؟ ما علينا. وبعدين عايزك تقول لها تبعت لي دعوة اخلع من هنا. والبلد دي ما عجبكش فيها؟ لا عجباني طبعا، مين قال مش عجباني؟ بس انا عايز اجرب حظي بره، عايز اتمتع واعيش كده. وبعدين عايز اجرب الصنف الاوروبي. يا ما بخيبش اقول لابوك. يا طب ما تقول له، ده هيتبسط قوي. انا خبره وخبر اللي في راسه زين. صباح الفل. صباح الخير. عسل؟ اقصد يعني صباح العسل. ومين بقى الامور ان شاء الله؟ ده حسن ولد عبد الحكيم الصغير. هو عبد الحكيم عنده واد امور قوي كده؟ أمال إيه؟
والله الأمور مبسوط جاوي إنه واقف قدام القمر. واه بتقول إيه يا؟ إيه بس يا عم إسحاق؟ أصل أنا الصراحة أول مرة أشوف واحدة حلوة جاوي كده. ما تلم نفسك يالا. لم نفسي؟ حاضر نتلم بس برضك عسل. ما تقلقيش والله بسيطة. أنت كويس بجد؟ الحمد لله. متشكرة قوي يا عزت. على إيه بس؟ يعني إن أنت ما جبتش سيرة اللي حصل. الحمد لله كل حاجة عدت على خير. عارف يا عزت، أنت كل يوم كده بتخليني أفكر فيك أكتر من اليوم اللي قبله، يعني وبتخليني مش متخيلة إن أنا أقدر أعيش من غيرك. هو أنت ينفع تتخيلي حاجة غير كده؟ لا. أنت إيه؟ هتكلمي حد ولا إيه؟ آه هكلم ماما، يعني أفهم منها اللي حصل. طب والنبي طمنيها وقولي لها إن الموضوع طلع بسيط والجرح سطحي. حاضر ماشي. أيوة ماما. وحشني. والله وانت كمان. بص بقى انا لازم افرجك على الشركه بتاعتي عشان ما تقولش ان انا كنت عايز انصب عليك واخدعك. تنصب عليا ايه؟ ومين قالك الكلام ده؟ ابوك. انا عمري ابدا ما هنسى الكلام اللي قاله لي. بس خلي بالك ابوك ده حبسك وملجمك، كان زمانك دلوقتي ماسك السوق كله في ايدك، ولو كنت سمعت كلامي كان زماننا احنا الاثنين ماسكينه تحت بطنه. خلاص ما احنا فيها، يدخل الشريك. أهلاً أهلاً، نورتينا. أهلاً. لا يا جوجو، الكلام ده كان زمان، لكن دلوقتي أنا لا يمكن أقبل إني أشاركه. لا ده أنت قلبك أسود قوي. لا أنا ولا قلب أسود ولا حاجة، بس أنا مش هقدر أشارك اللي سابني في نص الطريق وبعني. غصب عني يا صاحبي. كان ممكن تسيبه يا مروان وتقول له إن أنت مش عايز فلوسه، بس أنت طول الوقت بتحب المضمون عشان كده على طول بتخسر. جوجو مش هقول لك بقى ان مروان ضيف عزيز علينا، هخلص المكالمه دي واجي لكم على طول. البيت بيتك. نورتنا. هو هيتاخر ولا ايه؟ قولي بقى ما جبتش معاك مراتك ليه؟ اصل انا جاي هنا عندي شغل. ولا مش عايز حد يتعرف عليها؟ سمعت انها قريبتك، قولي بقى هي خريجة ايه؟ عرفت منين يا جمانة؟ وحشتني ايام زمان، سألت عليك ودورت وراك، كنت عايز اعرف اخبارك، احنا مش كنا اصحاب ولا ايه؟ انت مرتاح مع سليمان؟ قوي. هو حد كويس. انا على فكرة مش قصدي اضايقك خالص، انا بس مستغربة انك لحد دلوقتي ما تغيرتش. بقولك ايه، انت هتتغدى معانا النهارده.